ايه يا ريم؟ ايه اللي حصل؟ في ايه؟ ازيك يا ماما؟ جيت يا ميكو. يا حبيبتي جيت. ايه الاخبار؟ طمنيني. هقول لك ايه؟ ربنا يستر يا بنتي. ايه اللي حصل يا ريم؟ شدت معانا شويه قامت مشيت وسابت البيت وتليفونها كل ده مقفول. طب انتوا ما حاولتوش تكلموها تاني؟ كل ده عماله اكلمها تليفونها مقفول يا انكل عاصم. طب ما يمكن يا جماعه تكون اتخنقت شويه ونزلت تتمشى بالعربيه. يا انكل عاصم يعني هتتمشى 4 ساعات؟ ده النهار قرب يطلع يا جماعه. يا يوسف عامل ايه؟ شفتي مروان عمل ايه؟ عمل ايه؟ عندي زعل لطنط ياسمين وقعدي ولا انا مش هقعد مع ابني صاحبتك الرزل ده. مين الرزل ده؟ انت؟ ما تسيب يا ابني اذن امك. يا جماعه ايه الاخبار؟ اهلا يا ادهم. ايه هي لسه ما جاتش؟ شوفوا بقى انا عايزه بنتي. قعدتوا تضغطوا عليها تضغطوا عليها لغايه البنت ما طفشت. سابت البيت وسابت الشركه وسابتنا كلنا. طب ما تبص كده يا ريكو في موبايلك يمكن تكون بعتت لك رساله ولا حاجه. يا جماعه والله العظيم ما بعتت لي اي حاجه. الموبايل قدامكم اهو لو عايزين تتاكدوا. طيب اهدوا بس شويه عشان نعرف نفكر. انت السبب يا ادهم. انت ما عرفتش تربي ابنك كويس، ما انتش فاضيله. الولد بقى قليل الادب، بيعلي صوته على امه. أنا عمالة أفكر ممكن تكون راحت فين. طب أدهم تعرف مثلاً أوتيل هي بتحب تقعد فيه؟ هدور في الأوتيلات اللي كنا بننزل فيها يمكن ألاقيها. طب ماما ممكن بقى يعني تخشي أوضتك تستريحي وإحنا إن شاء الله هنلاقيها ونطمنك عليها. أنا مش هرتاح إلا لما أشوف بنتي. يلا يا عاصم خد ريكو وروحوا أنتوا وأنتي خدي منها وخشوا جوه وأي حد يوصل لأي حاجة يبلغ التاني. خير ازاي؟ فين يعني؟ ايه ده؟ ايه اللي حصل؟ يا زين خير؟ خير؟ انا اللي خير؟ فين ياسمين؟ ايه اللي حصل؟ دودو نادية حبيبتي طمنيني عليك يا ماما. مش هقول لك انت ايه اللي جابك دلوقتي؟ اللي جابني؟ ما هو لما خالتي اتصلت بينا عشان تطمن اذا كانت ياسمين عندنا ولا لا، قلبي كلني كلني قلبك كلك كلني. فقلت لازم ان انا اجي واطمن بنفسي. ما تقلقيش يا حبيبتي استريحي خالص، انا هجيبها لك، ههد الدنيا واجيبها لك. ربنا يخليك. طب اتفضل. هم اصلهم صارين بقالهم كتير قوي وعايزين يناموا، ابقى ادور عليها بره. انا مش هروح غير لما اعرف ياسمين فين واجيبها بنفسي. ما تقلقيش يا قلبي، انا جيت انا جيت. يلا بس يلا بقى. ياسمين ياسمين الحمد لله. مامي انا اسفه قوي. ياسمين الحمد لله انك رجعتي حبيبتي، ده انا كنت هروح فيها. حبيبتي الحمد لله اللي احنا اطمنا عليكي. مش قلت لك يا دودو؟ قلت لك انا اللي هجيبها لك. ايوه طمنيني يا بنتي، انت كنت فين؟ مامي انت قلقتينا عليكي قوي كده. ياسمين تقلقينا عليكي. ايه بس يا جماعه في ايه؟ انا كنت متضايقه ومخنوقه شويه، خرجت اشم شويه هوا ورجعت. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان انت قلقتيهم كلهم عليكي، على الاقل كنت تطمني امك بتليفون. مش مهم، المهم انها رجعت بالسلام الحمد لله. طب انا غلطان. طب يا استاذ غلطان ممكن نقعد نتكلم لوحدينا شويه ولا تحب حضرتك تروح وترتاح وبعدين نتكلم؟ ليه؟ ما احنا فيها اهو. طب يا جماعه طالما هيتكلموا يبقى نستاذن احنا بقى دلوقتي وهنتكلم بكره يا ادهم. ماشي. ياسمين ياسمين انا فاضي، ممكن لو تحبي تتكلمي نتكلم. يا سيدي روح بقى. بعدين بعد كده ما تتضايقي. يا سيدي روح بقى روح بقى. ما انا اللي بعرف افكها وانا اللي مركبها اساسا. يلا امشي. بعدين على باي يا دودو. ها سلم على ماما. ده ايه ده؟ تعالى معايا، انت بتفكرني بواحد قريب اصلي ابويا. تعالى تعالى يلا يا ريكو. اشترك في باقات واتش الشهرية من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية من 149 جنيه و99 قرش.